حواوشي الرول معايا النهارده في الحشوه ايه؟ نص كيلو لحمه مفرومه، معاه نص كيلو بصل، هتحطي كيلو لحمه مفرومه حطي كيلو بصل، عندك حته ليا حطيها، عندك حته دهن كلاوي حطيها، عندك حته دوش كده حطيها، ما عنديش اي مشكله خالص، كل دي تطعيمات، معايا فلفل حامي، معايا بهارات حواوشي، معانا ايه كمان؟ كزبره ناشفه، كمون وملح وفلفل اسود، عيش بلدي والدهن بتاع الوش، عندي سمنه بلدي. عايزه زبده ماشي، عايزه زيت مش محبذ قوي. ليه؟ يا زبده يا سمنه علشان يدي تطعيمه كده وقرمشه، تحس ان الرغيف بيتنقل في حته تانيه خالص، لكن لو حطينا زيت هيديني الحرمشه والقرمشه اللي انا عايزاها، لكن مش هيديني تطعيمه طاغيه، مش هيديني تطعيمه وريحه تقلب الدنيا، لكن لما ادهنه بحته سمنه بلدي او حته زبده صفرة كده على الوش هيطلع معايا في منتهى الجمال. طيب نبدا بسم الله كده. عندنا الكبه بتاعتنا، كل دوت كان ممكن اعجنه بايديا لكن انا مش هعمل كده، امال هعمل ايه؟ انا كل ده هحطه في الكبه عشان انا عايزه عجينه الحواوشي تبقى كلها حته واحده، او كلها زي ما بقول لكم دايما كده تبقى ميه واحده بالشكل ده كده. نص كيلو لحمه مفرومه بننزل عليه بنص كيلو بصل، ممكن تحطي كله سليم مع بعضه وبعد كده تفرمي كله في الكبه مش هيقول لك لا. فلفل حامي طبعا، الحواوشي السبايسي، كزبره، بهارات حواوشي، شويه من الكمون، وعندي ملح وفلفل اسود. اكتر من كده يا ست الكل مش عايزه، طعامي براحتك، عندك حته ليا حطيها مع الكبه، عندك حته دهن حطيها مع الكبه، هيطلع معاكي في منتهى الجمال، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. نعمل كده ونفرم ده كله كده مية واحدة بسم الله. كده خلاص؟ والله خلاص يعتبر كده اصلا الحواوشي خلص. بنبدا ان احنا نفتح العيش كده، ممكن طبعا طريقه اسهل من كده نفتحه بالمقص، ومش عايزه بالمقص، ممكن تعمليه زي ما انا ما بعمل كده، مفيش اسهل من كده. هتلاقي العشر ترغيفه اللي حضرتك هتجيبيهم هتلاقيهم ادوكي 20 رول. ايه بقى الميزه ان احنا نعمل الحواوشي بالشكل ده كده؟ في كذا ميزه بصراحه. احنا كامهات بندور على ان الحاجه ما تترميش. يعني ايه الحاجه ما تترميش؟ يعني مثلا ابني بياخد الرغيف بتاع الحواوشي ما بيكملوش لاخره، بيقطم منه ويسيبه، ما بياكلوش كله. فلما اعمل الرول ده، الرول دوت بيبقى عامل زي الرول في ايديه كده، هو بيبقى شكله حلو قوي، بيبقى سهل ان هو يمسكه في ايديه، تلاقيه ان هو بيخلص بسرعه، عايز تاني بالهنا والشفاء على قلبه، مش عايز تاني، يبقى هو كل الرول وتمام وزي الفل كده. لما بتيجي تعملي تكوني رايحه رحله او رايحه نادي، او مثلا طالعه عند جارتك ومش عايزه تطلعي بايدك فاضيه، رايحه عند حماتك او مامتك في تجميع اخواتك وكده، وعايزه تعملي حاجه مختلفه، بتعملي الحواوشي الرول ده وبتاخديه معاكي، بيرمي بمعنى البلدي بتاعنا كده، بيرمي. عملنا كده العشر ترغيفه طلعوا لنا 20 رول. ارجع بعد كده اخد الفرمه الحلوه اللي احنا عملناها دي وافضيها في بوله عندي، وزي ما انتم شايفين كده العجينه كلها ناعمه واحده، بصوا ميه واحده، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. يا سلام بقى لو حته ليا ولا حته دهن كلاوي كده عشان اللحمه ما تكشش جوه السندوتش، هتبقى في منتهى الجمال. تخيلوا نص كيلو اللحمه المفرومه ده ممكن يعمل قد ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان هو ممكن يعمل اكتر من 20 رول، اكتر من 20 رول. يعني انا النهارده في الفيديو عندي على السوشيال ميديا لما عملته عملت 20 رول وفضل كميه لحمه كتيره، انا كنت عامله كيلو بصراحه، هو انا خدت اقل من نص كيلو، فهنشوف دلوقتي هياخد قد ايه. بص كل اللي انا محتاجاه اهو كده، هعمل فكره كده نميسه عشان تسهل لي كمان. بالشكل ده، انت كمان اعملي عندك كده هتلاقي الدنيا اسهل بكتير. عايزه تعملي على ايدك زي ما انا ما عملت ساعه تصوير الفيديو، ما عنديش اي مشكله.
شايفين؟ بصوا المنظر عامل ازاي. بتعملي كله كده وبنبدأ نفرد المعلقة اللي احنا حطيناها دي على الرغيف. بتفردي المعلقة دي على الرغيف ازاي كده. بصي بالشكل ده. نعم. اه طبعا لسه في اهو في عيش عندنا. بصوا بيرمي وممكن نقلل اللحمه وهيطلع معاكي زي الفل. نعمل كده بالشكل ده. عندي الصاج اللي انا هشتغل فيه او صينيه مدوره مربعه زي ما حضرتك عايزه. الناس اللي جربت الحواوشي الرول من بعد ما نزلت الفيديو على السوشيال ميديا وجربته وكاتبالي في كل الكومنتات في اي بوست، حتى لو انا مش منزله عن الحواوشي الاقيهم داخلين بيكتبوا احنا جربنا الحواوشي الرول وطلع زي الفل. هو طلع زي الفل عشان من ايديكم يا حبايبي، والله تسلم ايديكم، صحتين وعافيه، مطرح ما يسري يمري دايما يا رب، ربنا يرضيكم ويرضيكم وعندكم الخير كله، اللهم امين. بالشكل ده كده محضرين السمنه البلدي. ريحه الحشوه هايله، قلتلك حطي فيها اللي انت عايزاه، عايزه تحطي ليا، عايزه تحطي دهن كلاوي ما عنديش اي مشكله، عايزه تسيبيها مش عايزه عليها دهون ما عنديش اي مشكله. الدهن بتاع الرول يبقى سمنه بلدي او زبده، بلاش زيت، ولو عايز تديني زيت ماشي، بس التطعيمه الاحلى للسمنه البلدي او الزبده. بالشكل ده كده. ابدا بقى اعمل كده. شايفين؟ بنرص الرولات جنب بعضها بالشكل ده وابدا بعد كده ادهن الوش بتاعها بالسمنه. ايه رايكم نكمل؟ يلا نكمل. دي اسهل طريقه تشتغلي بيها. وعلى فكرة عايزين نزود لحمة نزود، عايزين نقلل ما عندناش اي مشكلة، على حسب كل واحد هو عايز ايه. ادي نص كيلو لحمة حطينا عليه، نص كيلو بصل حطينا عليه، فلفل حطينا عليه، التوابل الحلوة بتاعتنا ضربنا كله في الكب علشان يبقى مية واحدة. عايزة تحطي دهن كلاوي، عايزة تحطي ليا ما عندناش اي مشكلة. بتبدأي تفرمي كله مع بعضه علشان كله يبقى عجينة واحدة، ما تبقاش حاجة طالعة وحاجة نازلة، وتبدأي تحطي وتحشي. يا الله على الجمال. من الواضح ان احنا هنستخدم صينية تانية. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة الاول قبل الحواوشي ما يدخل الفرن، ولما الحواوشي يدخل الفرن هنسيبه على حوالي تلت ساعة على 180، وبعد كده ارفعه تحت الشوايه لمده 10 دقايق. بالشكل ده كده. اه هنحط في الصغيره. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله.
اللهم بارك. وطعمه ما بيطلع بقى، ويدهن الوش بتاعه بالسمنه كده، بيطلع مقرمش ورهيب رهيب رهيب ولا رهيب بالشكل ده كده. يلا نكمل باقي الصينيه. تفتكري هيجوا يزقزق؟ نعمل كده؟ ليه نعمل صينيه تانيه؟ لما في ايدينا نزقزق ده كده يبقى صينيه واحده. يلا بينا يلا بينا. سمنه بلدي بقى متسيحه وايه وغرق يا ريس كده. بصي ايه ده ايه ده، ويطلع بقى مقرمش ومحرمش، وتاكليه كده تسمعي صوت القرمشه، واللحمه من جوه تبقى مستويه، ومش هتاخد وقت معاكي خالص، وهيطلع في منتهى الجمال. يبقى احنا كده عملنا من نص كيلو لحمه مفرومه 20 رول حواوشي. مش عايزه اكتر من كده، ريحه السمنه نفسها تخليكي تاكلي ني من قبل حتى ما يستوي. الفرن عندي شغال على درجه حراره 180 كده. نحط بقى في الفرن. بسم الله، ولا تغطي الوش بتاعه ولا اي حاجه. اهو رهيب 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 رهيب. نقفل الفرن ويسيبه يتحرمش ويتقل. الله اكبر علينا. شايفه يا ياسمين؟ بدأت اللسوعه تبان. شايفين اللون الذهبي الحلو ده؟ الله اكبر عليه. ولا الريحه، نفسي بعد كده يعملوا اختراع تشموا الريحه اللي احنا بنبقى شمنا هنا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هنحطه تاني شويه، يعني بالكتير قوي قوي 3 دقايق. ماشي يا ياسمين؟ 3 دقايق ونبص عليه. بصوا معانا، بصوا حجم الصينيه عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. تسد 10 افراد. يلا بسم الله. يا الله ايه الجمال ده، لحمه مستويه والرول بتاع العيش جوه اللحمه، وبصوا حاجه كده عايز اكل.